السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من تواصل دوت كوم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، والبداية من العناوين. في عنواننا الأول لهذه الحلقة: انهيار الخدمات في العراق ينعكس بعد أول زخة مطر بفيضان شوارع في محافظات جنوب العراق. في عنواننا الثاني: أزمة الزراعة في العراق، فلاحون يشكون فرض الحكومة للضرائب المرتفعة على الباعة وينتقدون غياب دورها في مساعدتهم. وفي عنواننا الثالث: حريق كبير يلتهم سوق الملابس المستعملة في أربيل، ما استدعى استخدام الطائرات المروحية في عملية الإطفاء. وأيضا ضمن العناوين: غياب القانون وتنظيم سير السيارات يظهر مدى معاناة العراقيين من الازدحامات المرورية وكذلك زيادة المتجاوزين. أهلا بكم. شارع المدارس للأمن الداخلي حي الجهاد في محافظة البصرة، هذه الصور بعد أول زخة مطر قد غرقت الشوارع في ظل معاناة الأطفال وطلاب المدارس في العبور، فلنشاهد. يلا محافظة البصرة باوع. محافظة البصرة هاي أول مطرة ما شاء الله نعمة، وبعد أسبوع وما حد يجي لها ولا حد يسأل عليها، وهم راح ننشرها وبعد أسبوع هم ننشرها. نستمر في هذا الإطار. شارع المقاولين الذي يقع في مركز محافظة البصرة، هذا حاله في وقت يعتبر هذا الشارع من الشوارع الحيوية، فلنشاهد. نبقى مع انهيار الخدمات في العراق في المحافظات الجنوبية تحديدا. نتابع مع حضراتكم طريق الأكاديمية الذي يربط بين جسر خالد وبين الخط السريع في محافظة البصرة. هذا الطريق يعاني الإهمال ويعاني انتشار الأنقاض على جانبي الطريق، فلنشاهد. سيارة الخط مالنا الأمان الأمان. أيضا لدينا لقطات من الجو لتلوث أنهر وقنوات المياه التي تمر داخل مدينة البصرة بكميات كبيرة من النفايات، فلنشاهد. ونتابع مع حضراتكم الآن الشارع التجاري في محافظة البصرة، طبعا بعد هطول أول الأمطار في هذه المحافظة. نتابع طبعا لفترة بسيطة، أيضا نتابع الفيضان الذي عانى منه هذا الشارع. طبعا هذا الشارع التجاري، شارع التجاري طافح كله على طوله، من بدايته سيارات قوة تمشي بهذا الشارع. شارع التجاري شوفوا هاي السيارات تمشي يعني ببطء لأنه كل هذا الشارع فايض مياه الأمطار كله على امتداد الشارع. فنتمنى متابعة هذا الموضوع الأخوة المسؤولين. شوفوا تفضل
وأيضا نبقى طبعا في البصرة، منطقة الجبيلة تغرق شوارعها بمياه الأمطار وسط صعوبة للمشي والعبور من قبل طلاب المدارس وكذلك المارة. هذا الشارع فايض اخواننا الاعزاء، الجبيلة طلاب مدارس خطية، جزاكم الله خير، تابعوا هذا الشارع. شوف هسه هذه طالبة المدرسة ما تقدر تعبر، بعد محتارة شلون تعبر من وراء هذا الماي. هاي كلش مقابل تايم سكوير، شوفوا هاي طلاب المدرسة، لاحظوا هذا الشارع اللي بيه طلاب مدارس، شوفوا الازدحام اخوة في دائرة المجاري. نخرج بخلاصة من هذا الملف الأول، هذه المواضيع التي طرحناها، موضوع انهيار الخدمات، انعدامها في كثير من المناطق، معاناة العراقيين في فصل الشتاء مع زخات المطر الكثيرة طبعا في هذا البلد التي تفيض بها الشوارع وتدخل هذه المياه إلى كثير من المنازل، وتابعنا حالات كثيرة في الأعوام السابقة، منازل سقطت على رؤوس أصحابها بسبب الفيضان الذي عانت منه هذه المنازل وكذلك العوائل. الخلاصة أن هذا نتاج حكومات ما بعد الاحتلال، 15 عاما من الفساد، من السرقات، من النهب، من محافظين تعاقبوا على حكم وقيادة أو إدارة هذه المحافظات، سرقوا وهربوا أو يعني اختفوا، أو يعني هناك كثير من شبهات الفساد التي تحوم حولهم، هم ومن عينهم ومن نصبهم من أحزاب ومسؤولين وشخصيات وحكومات وغيرها. بخلاصة، الحكومة التي جاءت أو الحكومات التي جاءت بعد الاحتلال هي المسؤولة طبعا عن هذا الخراب الذي يحدث. لا يعطى تبرير لأي أحد، لا يعطى تبرير لأي محافظ، لا يعطى تبرير لأي شخص تواجد في هذه السلطة وشاهد وسمع المعاناة التي يعاني منها العراقيون على كل شتاء أو كل صيف. نبقى مع محافظة البصرة أيضا، ولكن إلى موضوع آخر، موضوع الزراعة ومدى أهمية هذا الموضوع طبعا بالنسبة للواقع العراقي. طالب مزارعو قضاء الزبير بمحافظة البصرة بإلغاء مبالغ الإيجار في علوة الخضروات، وقالوا إن الحكومة لم توفر لهم لا البذور ولا الأسمدة، ولم تقف مع الفلاح وتمده بأي شيء، وتأتي لكي تجبي منهم الأموال في العلوة فقط. فلنشاهد. العلوة مو نظامية، لا بها مسقفات، لا ضمن المواصفات، يعني علوة باتحة بالصحراء بمكان متعوض حتى من النفط، ويريد يجي بجباية يعني مو طبيعية، يعني 50% والفلاح مديون ومطلوب وجاي يشتري بالعاجل المواد، والدولة ما داعمته لا مبيدات ولا بنايلون ولا بأي شيء. علوة مجانية أو علوة كلها البلدية انطار أو مجانية المزارعين، لا داعمين لا بنايلون ولا بذور ولا بكل شيء. هسه احنا الفقير يتبعون على خبز ياخذونها من حلقه، يعني ما يصير هيك. مصرين على هذا القرار، وقرار كافة المزارعين تقريبا 4000 مزرعة، قرارهم واحد، إلغاء وتأجير علوة الطماط. ما نريد من عندهم لا بذور لا أسمدة لا مبيدات، متنازلين من هذا كله، صار سنين الفلاح يعاني، وهاي نتيجتها. يجي مستثمر، يجي مستأجر بدون أصول قانونية وبدون مواد قانونية. ايش قد عدد المزارعين يسوقوا لها؟ عدد المزارعين 3000 مزرعه، وكل مزرعه تحتوي على عائلتين، عائله المزارع وعائله الفلاح اللي ساكن بيها. والان المزارع حمايه للخطوط النفط وانابيب النفط من حدود الكويت الى ان طالع حدود السماوه. مرت على العراق اوقات اعتمد بها على الزراعه على نسبه وصلت الى اكثر من 70% او 70%. ولكن الآن في هذا الزمن، زمن الاعتماد على المشتقات النفطية فقط أو على البترول الخارج من الأرض، تهمل جوانب كثيرة اقتصادية مهمة بالنسبة للواقع العراقي، كجانب الزراعة في بلد فيه أرض قابلة لزراعة كثير من الفواكه والخضروات والمواد التي تخدم هذا المجتمع بشكل كبير، وتمنعه كذلك وتمنع الدولة من الاستيراد من إيران أو من تركيا أو من أي دولة أخرى، ودفع هذه الأموال الطائلة، أموال الاستيراد، لبضاعة ليست حتى بجودة البضاعة المحلية. إهمال المزارع بهذا الشكل طبعا يدعوه إلى رفع الأسعار، وبالتالي ترفع الأسعار على المواطن البسيط الفقير الذي يذهب ليتبضع كالعادة، فيجد هذه الأسعار بارتفاع متزايد بسبب الإهمال الحكومي والضغط على الفلاح أو المزارع في العراق بطريقة فرض الضرائب أو الجباية أو غيرها. بدل أن تقوم الحكومة بتسهيل هذه الأمور بعمل هذه العلوات أو هذه المناطق المخصصة لبيع الجملة بالنسبة للمزارعين والفلاحين، أن تكون مدعومة، أن تكون
هناك مواد مدعومة أو مجانية تقدم إلى الفلاح من أجل تشجيعهم على إعادة هذه الثروة مرة أخرى للحياة؟ لا، في العراق هناك استفادة يجب أن تكون، هناك ابتزاز، هناك ضغط، إجبار المواطن على اتخاذ طرق لا يرغبها ولكن يجبر عليها، قضية تركه للزراعة واتجاهه إلى أمور أخرى هو إضعاف لهذا أو لهذه الثروة الموجودة في العراق. ننتقل من البصرة إلى أربيل، حيث التهم حريق كبير سوق الملابس المستعملة في محافظة أربيل، وهو من أكبر الأسواق التجارية، مما اضطر إلى استخدام الطائرات المروحية الناقلة للمياه في عملية الإطفاء. فلنشاهد. سيكون العنوان لهذا المقطع هو الإهمال، ربما وربما هناك مشاكل. يعني في العراق تحدث حالات كحرق مؤسسات حكومية، قطاعات حكومية، أو حتى مؤسسات أو يعني بنايات غير حكومية. الهدف هو ربما مشاكل شخصية، حرب عصابات، ابتزاز، سرقات، أو ربما قد يكون الإهمال بهكذا قضايا. طبعا قضية أن تهمل هذه المناطق بدون رقابة، بدون متابعة، بدون تنظيم، وتحدث هذه الأمور طبعا التي تسبب خسارة كبيرة بالنسبة للتاجر وبالنسبة حتى للدولة، لأنه هذه ليست من الأمور السهلة أن تعاد ترميمها وبنائها مرة أخرى وما إلى ذلك. ننتقل طبعا إلى موضوع في غاية الأهمية في العراق، يعاني منه المواطن العراقي منذ بدء الاحتلال وحتى هذه اللحظة، استمر منذ قضية وضع الحواجز الكونكريتية ونقاط التفتيش والسيطرات المرورية، ووصولا إلى دخول أجهزة جديدة ودخول مركبات جديدة إلى الشوارع العراقية مثل التوك توك، هذا الاختراع الذي جاء من شرق آسيا يأتي إلى العراق الآن بعد أن جاب في بعض البلاد العربية، وصل إلى العراق وسبب كارثة من كوارث المرور التي يعاني منها المواطن العراقي، ازدحام واختناقات مرورية في مدينة الصدر شرقية بغداد، وشكوى من أصحاب طبعا شكوى من المواطنين على أصحاب التوك توك الذي أو الذين لا يلتزمون طبعا بإشارة المرور أو الضباط، وحتى المرور لا يستطيع أن يتعامل معهم. فلنشاهد. عليكم أخوان، إحنا واقفين بالمدينة بالإشارة فأتحدى والتوك توك يطلق، مستحيل هاي العالم واقفة من النار،
وواقفه منها، لكن قلت لك ابد ما يطبق مستحيل. يعني ما ادري شنو ذوله، يعني ها جاب التيك توك ورطنا ورط العالم، يعني مع احترامات للزينين بلطجيه صاروا. تفضل فن الوقف مستحيل يوقف بشارة، يعني المدينه منتهيه، لو جيب عمليات بغداد بنصها ما تصير لها اشاره والله العظيم. تفضل تفضل احنا واقفين، هاي العالم واقفه وهم يخوطون ويطوطون بكيفهم، لا رقيب ولا يابا. قلت للمرور قال عمي احكي يا بكبسي احكي يا وجب السكينة، انا مبتدي. تفضل 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 تفضل. هاي المدينة، هاي المدينة مع الاسف عليكم والله العظيم بالقران. انا اتأسف على المرور يا اخي، حالها حال السيارة، هي بقد السيارة، هذا جايرون هذاك رايح. تفضل 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 اتحداهم اذا وقفوا. تفضل تفضل هذول جايين بالسايد احنا رايحين بيه. تفضل تفضل يا تقولنا ملقى بس بقى بس بقى طاع الفوضى. يعني ما اعرف شو السالفه، ما اعرف. طبعا ننوه انه في جمهوريه مصر العربيه هذا التوك توك او هذه الماكينه منتشره بشكل كبير، لكن قامت السلطات المصرية بتقنين نظام أو تقنين دور هذه العمل هذه التكاتك أو التوك توك في الشوارع الداخلية فقط، ومنعوا من العبور إلى الشوارع الرئيسية منعا لتسبب اختناقات مرورية وازدحامات، لأنه تعاملهم طائش بشكل كبير جدا. طبعا في العراق أكيد الموضوع نفس الشيء، وحتى البلدان التي صدرت لنا هذه الماكينات هي طبعا أيضا فيها نوع من الإهمال وفيها نوع من عدم المبالاة بالنسبة لسائقيها، وبالتالي طبعا عدم الالتزام والنظام وغياب القانون هو العامل الرئيس الذي يؤدي إلى هذه الفوضى التي تعم الشوارع في العراق. نتابع أيضا اختناق مروري آخر وتوقف للسير عند جسر الزبير في محافظة البصرة. هذا الموضوع يؤخر الطلبة ويؤخر الموظفين عن الذهاب إلى دوامهم وأعمالهم، وكذلك يعاني الجسر من إهمال في الشارع طبعا وعدم ترميمه أو إصلاحه. فنشاهد. اليوم راح نبات هنا، ما راح نلحق البصمه، ما نلحق عمي. البصمه 7:30 تنتهي، وهاي احنا واقفين هنا 7:10 هسه. يوميه على هالبهبله. أهلا بكم من جديد بفقرة آراءكم. طبعا الشركة العامة لموانئ العراق وضعت حجر الأساس لبناء مرسى الزوارق والسفن في قضاء الفاو أقصى جنوب العراق. علق المتابعون أنه سيكون حاله حال المنشآت التي تم وضع أساسها وأصبحت مندثرة. فلنشاهد. المهم يا الله بسم الله هاي ورقة السيد قائم مقام بركته شوية زين كذا مشتغلة عمال بسم الله صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. مبارك إن شاء الله.
التوفيق للجميع. إن شاء الله مدينة الفاو تستعيد مكانتها الأساسية والرئيسية في الاقتصاد العراقي، كونها مدينة ومنطقة اقتصادية خالصة في المنظور الاقتصادي العالمي. موفقين. طبعا وضع هذا الشخص قطعة ورق أو منديل، لا أعلم حقيقة ما هي التي وضعها ضمن هذه المواد قبل أن يضع عليها الحجر الأساس. لا أعلم هل هي رسالة، هل هي ورقة قامت بالزيارة في المراقد المقدسة كنوع من المباركة، لا أعلم ما الذي وضعه في داخلها، لكن يبدو أنه حالة من الحالات التي تكررت سابقا. نور المالكي أو العبادي أو غيره من الشخصيات الأخرى التي حكمت في العراق أو وزراء أو نواب الذين قاموا بوضع حجر الأساس في مناطق كثيرة، لكنها بقيت طبعا كآثار فقط، وضعت في هذه المناطق كعلامة من علامات حكومات ما بعد الاحتلال، إشارة إلى أنهم زاروا هذا المكان في مرة من المرات وقاموا ربما بالتوقيع على عقد لبناء مؤسسة أو بناية أو غيرها، لكن لم ينفذ شيء. دعونا نشاهد التعليقات التي جاءت على هذا المقطع. أبو عباس يقول: يا كثرة المشاريع بالعراق اللي وضعوا حجر أساسها والقبض كل شيء. أيضا في تعليق آخر عدي يقول: أخاف ينام هذا المشروع مثل القبلة وتنخمط فلوسه. ربما ربما. لدينا أيضا تعليق آخر، أحمد يقول: إذا وحيل المشروع لشركة محلية اغسلوا إيدكم للكتف، المفروض يحال إلى شركة مختصة بهذا المجال أجنبية الجنسية ومعروفة، وخلاف ذلك ضحك على الدقون. أحمد، طالما هناك شركات تتعامل مع العراق إن كانت أجنبية وإن كانت من أنزه وأشرف الشركات ستدخل وتمتد يدها إلى الفساد، وكثير هي الشركات الأجنبية الموجودة في العراق. أحمد يقول: هواي وضعت أحجار أساس ما بقى منها غير الركاب، تبا لكل الأحزاب الخائنة العميلة المرتزقة. في تعليق آخر جاسم يقول: الله ينتقم منكم، وصار 4 سنوات يشتغلون بكاسر الأمواج، شوكة يشتغلون الأرصفة، المنشآت، الرافعات وإلى آخره. وفي آخر التعليقات لدينا بهذا الخصوص علي المحمداوي يقول: يعني انتهت البطالة بالعراق، يعرفون شلون يخدرون الشعب، داخلين دورات مع الشيطنة. ربما قد يكون هذا كلاما صحيحا، ربما من جاءوا إلى حكم العراق الآن ومن جاء بهم الاحتلال هم مدربون على أعلى مستوى لكي ينهبوا هذا البلد ويسرقوا خيراته ويدمروا هذا البلد بكل مؤسساته وبناه التحتية ويقسموا شعبه. ربما كانت هذه من الامتيازات التي يتمتعون بها قبل أن يأتوا إلى العراق. نراكم بعد قليل. إذن بفقرة هاشتاج الوسم وسم العراقي، نحذركم غضبة شعب سيرفض محاصصتكم. دعونا نشاهد التغريدات التي جاءت بهذا الخصوص. علي يقول: إذا ثأر الشعب لن يطفأ هذه المرة، فكفاكم تجويع وقتل العراقيين يا حكام الدعوة، يا من حكمتم العراق وأوصلتموه إلى الهاوية أخرجوا منها. في تغريدة أخرى أبو آية العراقي يقول: للقضاء على الفاسدين نحتاج إلى حكومة مستقلين وليس حكومة متحاصصين وفاسدين. وأيضا ضمن التغريدات يوسف العراقي يقول: تهمتكم أيها الساسة هي الجدية والاحترافية في سرقة البلد، مقالاتكم وبياناتكم نصوصها رنانة خاوية وخالية من أي فعل أو تطبيق، لست أرى بينكم شخصا ينظر لكلمته إلا بجفاف وتجرد من أي مسؤولية. وفي آخر التغريدات لدينا بهذا الخصوص رقية تقول: من المخجل أن يتحدث باسم الشعب العراقي من خانه وسرق شعبه وأهله. إذن هكذا مشاهدينا الكرام تفاعل النشطاء العراقيون مع هذا الوسم، وطبعا هذا جزء بسيط مما غرد به المغردون العراقيون على هذا الوسم. ووصلنا بهذا إلى نهاية الحلقة، نشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.